يعني بصراحة الواحد دايما بيشوف منك كل جديد، وزراعة الريمبو أو الذرة الألوان زي ما هي معروفة بالريمبو، عايزين نعرف تفاصيل أكتر عنها، وخاصة إن دي أول مرة تزرع في مصر. أهلا بكم الأول في منطقة زيان. أنا اسمي حسن القصاص، مدير عام بكلية الآداب جامعة المنصورة. بتشرف بكم. أنا بدعو إلى الدولة عموما تتبنى إحلال وتجديد الذرة الأحمر مكان الذرة الشامية البيضاء والذرة الشامية الصفراء. طبعا لقيمته الغذائية العالية، الكلام ده مش أنا اللي بقوله، الأبحاث اللي اتعملت في بلاده هي اللي بتقول الكلام ده، إنتاجية الذرة الأحمر بتساوي بالظبط نفس إنتاجية الذرة الأبيض أو الذرة الشامية الصفراء. هزيد عليه القيم الغذائية بتاعته، يعني بنتكلم على لو على نسبة سكريات، لا الذرة الأحمر في نسبة سكريات بتتجاوز 4.5%. طيب البروتين بيتعدى 13% عن الذرة البيضاء والذرة الشامية الصفراء. دي قيمة غذائية أعلى، قيم غذائية أعلى، والذرة الحمراء معروفة في بلادها، والأبحاث اللي اتعملت عليها في بلادها بتقول إن الذرة الحمراء دي عندها مادتين أو مستخلصين. المستخلص الأول مستخلص أو مادة اللوتين، مادة اللوتين دي بتحافظ على سلامة العصب البصري، وبالتالي بتزيد من شدة الإبصار. معايا ساتك؟ أيوة. بتزيد من شدة الإبصار. ده القيمة الغذائية الأولى أو القيمة الطبية الأولى. في قيمة طبية تانية، الألوان الكتمة أو اللون الأحمر دون بيحتوي على صبغة الإنسوسيانين، وصبغة الإنسوسيانين دي معروفة علميا، أو دكاترة صيدلة أو دكاترة زراعة بيعملوا لما بيعملوا أبحاث عن مادة الإنسوسيانين دي، مش لكونها مادة عادية كده وخلاص بلون بتدي اللون الكاتم في الذرة الأحمر، لا هي بتساعد على تضميد الالتهابات، فيها أنتي أوكسيدنت مضاد للأكسدة أقوى من أي منتج زراعي تاني، فيها أنتي كانسر أو مواد تسرطن أو مضاد للتسرطن، بتحجم الخلايا السرطانية اللي في الجسم. من تاني هي مش بتقضي على الخلايا السرطانية، إنما بتحجم الخلايا السرطانية اللي في الجسم. فبالتالي مادة أو صبغة الإنسوسيانين دي طفرة علمية العالم كله بيجري وراها، بيتكلم عن الفوائد بتاعتها، الفوائد الطبية بتاعتها أقوى عشرات المرات، منظمة للدورة الدموية اللي في الجسم، مضادة للأكسدة زي ما احنا قلنا. فبالتالي أنا النهاردة كراجل فلاح هزرع ذرة أبيض، هزرع ذرة شامية صفرة، بدور على العائد اللي خارج لي أو اللي طالع من زراعة الذرة ده. طب أسعاره إيه في السوق؟ لا الذرة الأحمر أغلى بالنسبة للأرداب، أزيد ب 500 جنيه أو ب 300 جنيه، فدي قيمة مضافة بالتضاد للمزارع نفسه، للفلاح نفسه. ده سيادتك الحجم الفوز في الذرة الأحمر بيساوي أو بيزيد عن الكوز العادي في الذرة كمان رصة الكوز، يعني أنا شايفة بسم الله ما شاء الله الكوز يعني الانتاج بتاعه أعلى. وبعدين ده بيدي كوزين وثلاثة، يعني العود ده مثلا شايل منه كوزين، العود ده كوزين اهو معايا شكك. أي ده الذرة الأحمر، ده اللي احنا بندعو المواطنين او بندعو الفلاحين ان هي تعمل على زراعته وتعمل على احلاله مكان الذرة الابيض. وده بيتزرع نفس طريقة الذرة العادي؟ نفس المعاملة الزراعية لأي ذرة، بل بيزيد على ذلك ان الذرة الاحمر بيقعد في الارض اقل من الذرة الثانية 15 يوم او 10 ايام، يعني مدته 90 يوم تقريبا، 90 يوم او 100 يوم بالكثير خالص. بلد المنشأ بقى بتاعت الذرة دي كمان هي المتعرف عليه او من مجال قرايتي وثقافتي بتقول ان امريكا او كندا هي منشأ الذرة الاحمر، والذرة ده اتهجن هناك وطلع منه اصناف تانية زي الجيمي ريد كورن والرينبو كورن. هوريه لكم برضه، وانا اعتبر اول واحد في مصر عموما زرعت الجيمي ريد كورن وزرعت ال
بيبقى شكله ايه برضو؟ بيبقى احمر كده برضو ولا ليه الوان تانية؟ لا انا معايا عينات اهي، بس ده حصاده كان محصود قبل كده ب 15 يوم. ايوه يعني هو قاعد بالظبط 85 يوم في الارض. نسيب كده الذره الاحمر، نركز واحنا نحط الذره الاحمر اهو. بدا الريم بكور، كل كوز له شكل ولون مختلف عن الكوز الثاني. الوانه فعلا يعني غريبه بجد، يعني اول مره اشوف ذره كل حبايه من لون. طبعا ده هو ده الريمبو. وكلمه ريمبو دي يعني ايه؟ هي كلمه مقززه في العالم الاسلامي دلوقتي، بس احنا مضطرين نقول كلمه ريمبو او ذره بالوان قوس قزح. معناها اصلا ترجمه الريمبو هي قوس قزح. قوس قزح بالظبط كده، ده الريمبو. وده يعني علشان هي كمان محتويه على اكتر من لون في ده نسبه السكريات بتزيد عن 13% بريكس. ده تحليل، يعني نسبه البريكس فيها اعلى فوق عن الذره العاديه. الذره العاديه دي ما بتزيدش عن 3 او 4.5%. ده 13. ده 13، ده في مرحله اللبنه اللي هي مرحله جريان اللبن في الذره، اللي هي مرحله السوى يعني زي اللي هي لسه اللي هو الذره الطري مثلا هناخده عشان نشويه او عشان نسلقه. انما دي مرحله ان انا بانتج ذره على اساس اعمل منه شيز، اعمل منه بذور اكسرات. معايا سيادتك؟ تعمل منه تقاوي. تقاوي بالظبط كده. تقاوي بتبات، التقاوي بتاعتها بتيجي منين طيب؟ ولا هي ايه؟ لا انا كنت جايبها من امريكا بالدولار والله. كنت شاريها من امريكا؟ شاريها من امريكا بالدولار. يعني هو محتاج يعني اشتريت من كندا، جالي باكتس من كندا وجالي حاجات من امريكا. امتى ممكن نصدر البذور دي؟ هو احنا في مرحله دلوقتي ان انا يعني في طلبات، والطلبات بالنسبه لي مجديه جدا. يعني انا معايا عامل في السعوديه يعني طالب مني الكوز ده مثلا ب 500 ريال. الوان معينه. طالب مني الكوز ده ب 500 ريال. فبالنسبه لي لا، هي طفره. نظره. انا اول واحد في مصر ازرعها، وانا اول واحد بسوق لها. عندي كميات الحمد لله. شايفين مساحه مزروعه يعني وفي اهتمام بيها. طبعا انتوا لو كنتوا جاتوا لي من 15 يوم فاتوا كنت شفتوا مساحه الريمبو. يعني انا عندي مثلا بسم الله ما شاء الله عندي كميات، ومعايا سوق، ومعايا عملاء سواء في الامارات سواء في السعوديه. طب قول لي يعني الريمبو ده بيتاكل؟ يعني بنشويه وبناكله؟ بيتشوى ويتاكل ولا علشان هو غالي بنفكر ان احنا نصدره خلاص؟ اي حاجه نادره جديده الناس بتجري وراها. والله انا بقول التحاليل بتاعه بلاده والابحاث اللي هي اتعملت عملوها، انا بقول البيانات اللي بتتعمل عليها. انما في بحث في مصر اتعمل عن الريمبو او عن الجيمريت كورن لسه ما حصلش. طيب يعني احنا بنتكلم عن القيمه الاقتصاديه بقى. يعني هي انا قلت لسيادتك القيمه الاقتصاديه دي بتنبع من قيم الغذائيه. يعني انا باكل اكل، ممكن الاكل اللي انا باكله دون بيسموه فودلس فود، يعني اكل عدم القيمه، حشو بطن زي ما بيقولوا، ملوش قيم غذائيه. زي الذره بتاعنا مثلا بقول لك نسبه السكريات من 3 ل 4.5. الذره ده سكرياته بتزيد عن 9%. البروتين من الذره العادي من 7 ل 9 دي بيزيد عن 13% بروتين، واخد بال سيادتك؟ فبالتالي انا لو هزرع ونفس الانتاجيه ونفس حجم الانتاجيه ونفس حجم السلاج، انا عايز بروتين عالي عشان الحيوان، يبقى هزرع اللي هيديني بروتين اعلى، اللي هيديني سكريات اعلى. معايا سيادتك؟ تمام. هو حجم العود، هو حجم العود في السلاج، هو الكوز، هو الكوز، يبقى ازرع ايه؟ ازرع اللي يديني فايده اكتر، السكريات العاليه، الانتاجيه العاليه، الفلوس في الاخر بالنسبه للفلاح هبيع بايه؟ ده اغلى من التاني. بالظبط كده. طيب قول لي الزراعه بتبدا في نفس، يعني بنزرع الذره ده مع الذره التاني ولا ليه توقيتات مختلفه؟ بالنسبه للريمبو والجيمريت كورن بتزرع في اي وقت في السنه، يعني بتزرع صيف شتاء ودوره ورا دوره مفيش مشاكل. الذره بتاعنا العادي دون بتزرع زراعات صيفيه من اول شهر 3 لغايه اخر شهر 9. انما الذره اللي هو الريمبو دون بتزرع في اي ميعاد في السنه، وبيفضل زراعته في الشتاء. لان بلد المنشا بتاعته بتقول ان هو شتوي. معايا سيادتك؟ نيجي بقى على نوعيه ثانيه خالص. نركز في الكاميرا كده لو سمحتي. هذا الذره الريمبو، ده الذره الريمبو. في عندي حاجه اسمها جيمريت كورن، ده نوع ثالث خالص. يعتبر من اغلى الانواع اللي موجوده في العالم، اللي هو الجيمريت كورن. ده
ده الجيمي. ده الجيمي ريكورد. ايه بقى يعني برضو بيزرع نفس الزراعه ولا ليه حاجات تانية؟ ده 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 المفروض ان هو صبغات الانسو سيانين بتبقى عاليه فيه جدا جدا جدا. بره مش عندنا يعني. لما بخمروا الذره دوا بطريقه معينه وبيقطروه بيطلع منه اغلى انواع الكحوليات في العالم يعني، اللي هي بيسموها جيني جيني جينريديا، وده براند عالمي يعني. ده الجيم ريكورد ده مش موجود في العالم كله عموما. برضه يعني في قيمه غذائيه عاليه وبيتاكل ونفس الذره العادي ولا ليه استعمالات مختلفه؟ هو استعمالاته عندي في مصر انا ما اعرفش هنستعمله ازاي، لان انا عن نفسي لو تقولي لي ناكله انا هستخسر ان انا ليه بقى؟ لانه غالي جدا. غالي؟ لانه غالي جدا. وبالطلب يتباع؟ يعني في طلب عليه؟ اه طبعا. هو اكتر من من الانواع الثانيه؟ ده كاسيدز دلوقتي على مستوى العالم غالي جدا. يعني كبذور او كهجين ده غالي جدا على مستوى العالم. الذره عادي يعني حتى في بلاده في امريكا مثلا الحبايه من دي مثلا ممكن توصلها لدولار. الحبايه الواحده ممكن توصلها لدولار. الباكتس فيه 5 حبايات $5. ده معروف يعني. ده اللي انت اشتريته اصلا بالدولار؟ ده جايبه من كندا. يعني الباكج ده بالذات ده جايبه من كندا، وللاسف هم كانوا 5 حبايات طلع منهم 3 بس او 4 بس. يعني في حبايه جلت في الطريق يعني. طب وهو العود برضو بيجيب كوز واحد؟ ده يعني كوز واحد امانه، ده كوز واحد وكوز صغير مش كبير يعني. ده مثلا البذره الواحده جابت كوز؟ ده 15 سم 17 سم كتير. حجمه اقل من النوع الثاني؟ من النوع الثاني اقل واغلى. دول الثلاث عيدان ده هم كانوا ريمبو بس كانوا ملاصقين. اتهجنوا شويه من ده. اتهجنوا شويه من ده. يعني ده المفروض ان هو ده ريمبو. يعني انا زارعه باربعه، ده برضه نظام التهجين والتبادل التلقيح التبادلي يعني. قول لي برضه ايه الدوره بتاعت التلقيح؟ يعني احنا بنزرع اكتر من نوع ذره ولا هو نوع واحد وبيلقح بعضه؟ هو الذره عموما ملقح عام لمسافه 2 كيلو. يعني الهواء بيخليه يختلطوا مع بعض ويلقحوا بعض. بالظبط كده. مسافة 2 كيلو. معايا؟ فبالتالي التلقيح بتاعه ممكن يضبط.